السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على السوليد وورك. درس النهاردة عايزين نبدأ نرسم فيه الرسمة دي. طيب الرسمة دي عشان أجي أبص لها هنبص لها من التوب بلان، دي أسهل طريقة اللي أنا أبدأ أرسمها بيها، وأقول له سكتش وأبدأ أرسم المستطيل من نقطة السنتر البوينت بتاعته، وأقول له سمارت دايمنشن إن الطول ده 90 مللي والطول ده 50 مللي، واقول له اكس سكتش، بعد كده اكسترود على 10 مللي، واقول له صح تمام. بعد كده هبدا اعمل شامفر من هنا كده، واعمل شامفر للايدج دي على ديستانس وديستانس من المنظر ده كده، خليها مثلا 5 مللي وخمسة مللي، أو خليها 10 و5، أو خليها أنجل وديستانس 10 على زاوية 30، وأقول له الإيدج التانية كمان، وأقول له صح على كده تمام كده. طيب دلوقتي أنا خلصت كل دول، هبدأ أعمل إيه دلوقتي؟ هبدأ أعمل هعمل مستوى يوازي المستوى التوب بلان ده على بعد 40. طيب اقول رفرنس جيومتري بلان عشان عايز ارسم فيه الدايرة دي تمام كده، واحدد بلان يوازي التوب بلان ده على بعد 40 مللي، واقول له لا مش يوازي ده، يوازي لا مش هحدد بلان خالص، انا هرسم في البلان ده، اقول له سكتش، اقول له نورمال تو، وارسم دايره هنا كده، اقول له سمارت دايمنشن ان قطرها 40، والمسافه من هنا لحد هنا 40، وان النقطه دي والنقطه دي كنترول والنقطه دي يكونوا فيرتيكال، واقول له اكس سكتش، واقول له اكسترود المنظر ده كده، واقول له الناحية التانية على 40، واقول له صح. طيب دلوقتي انا عملت الاتنين دول بالمنظر ده كده، هبدأ اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اعمل الفتحة دي تمام، فعشان اعملها هاجي ارسم سكتش على البلان ده، واقول له نورمال تو، وابدأ ارسم مستطيل سنتر بوينت المنظر ده كده مثلا كده، اقول له سمارت دايمنشن ان الطول ده 16 تمام، والعرض اي حاجه مش فارقه معايا، العرض مثلا 60، اقول له زي سكتش، اقول له اكسترود كات، اكسترود كات على 12، واقول له صح. ده كده تمام لحد دلوقتي. هبدا اعمل ايه؟ عايز اعمل الحته اللي تحت دي تمام. طيب عشان ابدا اعملها هبدا ارسم في البلان ده، اقول له سكتش، اقول له نورمال تو، ابدا ارسم مستطيل بالمنظر ده مثلا كده هنا اهو كده مثلا، اقول له سمارت دايمنشن ان ده كده 12 والطول ده 19 والمسافة من هنا لحد هنا دي كده 15 زائد 10 اللي هما الطولين دول، واقوله صح 25 يعني. وبعد كده عايز سنتره بالظبط، فممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل مسافة من هنا لحد هنا دي كده 6 مللي كده، انا سنترته بالظبط. طيب هبدا اعمل ايه تاني؟ هبدا اقول له اكس سكتش، اقول له اكسترود اب تو نيكست، اقول له صح بالمنظر ده كده تمام. هبدا بعد كده عايز اعمل اللي هو اللي جوه دول تمام كده. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل مستطيل او اعمل بلان او اعمل سكتش يعني على السطح ده بالمنظر ده
كامل مستطيل من هنا كده لحد هنا، وقول سمول دايمنشن ان السمك بتاعك ده 15، السمك كده كده 15، والمسافة من هنا لحد هنا 10 بالمنظر ده كده، تمام. طب العرض بقى بتاعي قد ايه؟ العرض اللي من هنا لحد هنا 5، ومن هنا لحد هنا، او نخليها هي كلها على بعضها، كان معايا 45 يبقى كده كلها على بعضها 50، واقول له اكس سكتش، واقول له برضو اكسترود بالمنظر ده كده اب تو، او اكسترود على 40 بالمنظر ده. اب تو نيكست، او اكسترود على 40، واقول له مانج ريزلت، واقول له اوكي تمام كده لحد دلوقتي، تمام معايا زي الفل. هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اعمل هنا الريب ده، فهبدأ اعمل ريفرنس جيومتري بلان، حدد بلان في النص ما بين ده وبين ده، اقول له صح كده معايا بلان في النص. هبدأ اعمل سكتش عليه، اخله نورمال 2، ابدأ اعمل لاين من هنا لحد هنا كده، هقول له اكس سكتش، واختار ريب لجوه، السمك بتاعي 15، واقول له صح كده انا معايا ريب هنا، تمام. طب عايز اعمل له الناحية التانية، تمام، ممكن اعمل ميرور، اقول له بس عشان اعمل ميرور لازم الفرونت بلان الرايت بلان يكون في النص، تمام كده، فانا اقول له ميرور حوالين الرايت بلان للفيتشر الريب دي، واقول له صح تمام. ممكن بعد كده الغي البلان ده واقول له هايد. ده كده كانت الرسمة اللي معانا. لو حد عنده أي سؤال أي استفسار ابعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك Learn SOLIDWORKS Arabic، وأرقام التليفونات والإيميل موجودين أسفل الشاشة. نشوفكم الدروس الجاية إن شاء الله مع دروس جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.